وده راحت. عارفه لما تحسي زي ما كانت اغنيه عمرو دياب بتوصف دلوقتي، بيقول لك ايه، ليه الناس اتغيرت؟ هو ده اللي انا بسال عليه. الايام بتغيرنا ليه؟ هل بيحصل فتور؟ هل العلاقه والعاطفه بقت زي الشيء؟ عارفه لما تمتلكي عربيه جديده تبقي فرحانه بيها قوي في الاول، بعد شويه بتحسي خلاص تعودت عليها وبيبقى بهجتك وفرحتك بيها بتروح او بتقل. هل ده برضو بيبقى يعني بيحصل مع علاقتنا وبيحصل في عواطفنا؟ هو ده كان السؤال اللي احنا هندور عليه حلقة النهاردة. اوكي، فمش عارف انت ايه رأيك؟ يعني او انا حصل لي يعني لو علاقة يعني بالزمن زمان او يعني، فاذا ممكن اقول يعني تفضلي قولي لنا قولي لنا قولي لنا تجربتك. لا انا مش عايزة احكي تجربتي، انا قصدي بس انه اكيد بيحصل فتور. ليه بقى بيحصل فتور؟ انتهت من سنين. طب قولي لي ليه بيحصل فتور؟ مين المسؤول عنه؟ مش عارفة يعني. أنا عموما في علاقتي، أنا علاقتي خلصت من 4 سنين زي ما بقولك، بس أنا كانت مش عارفة يعني. أول ما حصل أنا كان مكتوب كتابي، أول ما حصل بس كتب الكتاب خلاص حسيت إنه مش عايزة أكمل معاه. يمكن حاجة ممكن تكون أصلا بعيدة عن موضوع الحلقة، بس معرفش، أنا حسيت بنفور شديد وإني مش عايزة أكمل. مش معرفش، يمكن ما كانش موجود أكيد في الأول، بس هو ده اللي حسيته. لكن بس يعني anyway، انا كان قصدي ان انا لما فهمت غلط يمكن انه انت بتتكلم على انه ان احنا بنكمل في علاقه لي فاشله، فعشان كده حبيت ان انا اشارك في الموضوع ده، لاني يمكن فتره قريبه يعني حبيت حد قوي بس فعلا كانت العلاقه فاشله وقعدت احاول فيها كتير. فكان نفسي اسالك ليه احنا بنعمل كده، يعني انا اللي عايز اسالك ليه بنوصل للحاجه دي، ليه بنعمل كده، ليه بنضحك على نفسنا يعني. بصي، انت عارفه انا دايما بشبه العلاقة اللي هي بتبقى بين اتنين عبارة عن، عارفة جبل التلج؟ جبل التلج بيقولك هو بالظبط اللي باين من فوق المية 20%. عارفة يعني ايه 20%؟ يعني تقريبا اقل من الخمس تقريبا. اوكي، يبقى البني ادم بالظبط هو كده اللي عامل زي جبل التلج. في اول العلاقة بتبقى شايفة 20% منه، الشكل الخارجي بتبقى شايفة مظهره او مظهرها. اول ما بيبتدي العلاقة تقرب قوي بتشوفي 80% التانيين، اللي انا كنت دايما بتكلم عليهم، بقولك يوم واحد بالبيجامة يساوي معرفة سنة قبل الجواز. تعرفي تقعدي تحبيه في سنة قبل الجواز، تشوفيه يوم بالبيجامة المخططة دي ودقنه طويلة تعرفيه على حقيقته على طول. هو ده الجواز. فانت عشان كده بيحصل الصدمات بعد الجواز او بعد التعود. لكن هو عموما يعني انا خدت رأيك يا سارة، عايز اسمع برضو اراء ناس تانية. معايا تليفون، نقول الو. الو الو الو. طيب واضح انه مش مركز معانا، الاتصال يتصل بينا تاني لو سمعنا. عموما يعني الموضوع يا جماعه موضوع حساس جدا، كلكم بتعدوا بيه، وبيجي لي كل يوم تقريبا في المركز السؤال التقليدي، هو ليه اتغير؟ يا اما بعد الجواز، يا بعد الدخول في مسؤوليات الجهاز، وبعد الخطوبه، وبعد ما يبتدي فعلا يكون دخل في المعترك بتاع الحياه، عايز يجهز، عايز يجيب الشقه، عايز يوضب الشقه، بتبتدي العلاقه تاخد مسار تاني خالص. وهو ده اللي بيحول الجزء الاساسي في العلاقه اللي هو المشاعر اللي المفروض بنبني عليها العلاقه. في ناس بتعتقد ان الحب بيجي بعد الجواز زي ما معظم اهالينا بيقولوا لنا. عارفين ليه بيقولوا كده؟ لان هو المشكله في الارتباط التوقع. دايما البنت او الولد بيبقى راسم صوره خياله بيقول له ان الزوج هو اللي هياخدها ويلبسها الفستان الابيض، هو ده اللي ممكن يفاجئها فتره الخطوبه ويجيب لها الورد الاحمر او الدباديب اللي بنشوفها، او يعمل لها زي الفيلم الفلاني اللي هو يعلق لها بانر في الشارع ويقول لها انا بحبك. التخيلات الرومانسيه دي كلها بتبقى في خيالها اوريدي، موروثه عندها، مستنيه لما تحصل. اول ما يظهر الشخص المحبب ليها اللي شكله بتحبه، او اللي هو يعني الوسيم، اللي هو زي ما الشيخ محمد غزالي قال لك انما الزواج ليس لمفاتن انثى ولا لوسامه رجل. يبقى مش وسامه الراجل هي اللي هتخليني اتجوز، ولا مفاتن الانثى. يبقى عرفنا ان النهارده لما انا الحاجات دي تشدني هبقى عارف ان دي حاجات زايله. يعني ايه؟ يعني الاساس هيكون فيه العطاء. والعطاء هيجي امتى؟ هيجي بعد الجواز. ليه بقى؟ لان قمه العطاء وقمه الرومانسيه بتبقى في العلاقه الحميميه الحلال اللي ربنا اداها لك، هي دي اللي فيها الموده والرحمه والسكينه اللي الزوج بيبدع والزوجه كمان بتبدع ان هي تدخل السرور على الشريك. عرفتوا ان
التوقع ده مشكلة كبيرة جدا. يبقى لما نبني توقع على رومانسية حاجة تانية خالص غير لما نبني توقع على واقع. وعشان كده بنقول النهاردة هنعديكم زي كبسولة صغيرة كده اللي هم أربع نصايح لموضوع أول سنة جواز أو أول سنة في العلاقة، إذا كانت سنة خطوبة أو إذا كانت سنة جواز. إيه أول حاجة بنعملها؟ لازم نمرة واحد كده وأنا مغمض عيني، لازم أتعامل بحياد وببساطة، بمعنى ما خليش توقعاتي هي اللي تخليني ترسم لي نوع العلاقة أو نوع الانتظار أو نوع العطاء اللي أنا منتظره من الشريك عامل إزاي. أول حاجة لازم أعمل إيه؟ التعامل بحيادية وببساطة اللي هي بنسميها neutralize yourself. يعني إيه neutralize yourself؟ يعني خلي نفسك حيادي، ما تبقاش كل طلباتك أنت طلباها في حلمك وعايزاه يحققها لك. لازم الأول تشوفيه إذا كان قادر يحقق لك ده ولا لأ، لأن إحنا ممكن يبقى عندنا احتياجات كثيرة جدا، مظبوط؟ لكن قبل الاحتياج لازم أعرف هل أستطيع أن أحقق هذا الاحتياج ولا لأ، لأن لو حطيته ورسمته في أهدافي وما وصلتلوش هأحبط. يبقى لازم نقول إيه؟ نقول إن الأهداف يجب أن يتم أو يكون قادرين على تحقيقها، نملك الأدوات على التحقيق. فهمتوا بقى ليه احنا بنقول نخلينا بساط ونخلينا كمان ايه موضوعيين وحياديين كده في نفس الوقت؟ طيب الناس مثلا تيجي تقول لك ايه، يقول لك الاثنين عندهم مشاكل بعد الجواز، ايه رايكم ما تروحوا رحله؟ يعني ايه نروح رحله؟ هي القصه كلها في الرحله؟ او خديه واعملي له عشاء رومانسي، او احجزي في اوتيل واعملي له سربرايز نايت. طب ده لطيف قوي كوسيله لتلطيف الجو، لكن هل ده اللي هيحل المشاكل؟ ان انا اختصرها واختزلها في بساطة في عشوة او في كاندل لايت دينر بدون كمان مناقش الاسباب اللي ادت ان يحصل بيننا مشاكل؟ طبعا الكلام ده مرفوض تماما. يبقى اول حاجة يكون في بساطة وحيادية. ليه حيادية؟ هتبقى خاصة بالنقطة نمرة 2 اللي هي كل واحد لازم يتحمل مسؤولياته، بمعنى في مسؤوليات ناحية الولد، في مسؤوليات ناحية البنت. البنت لازم البنت لازم البنت تبقى متحملة مسؤوليات. طيب معانا بنت على التليفون وعايزين نسألها برضو ونقول لها ألو. نعم ألو. أيوة معك. لا ده طلع رجل. طب خلاص نسأل بقى الرجل اللي نسأل بقى الرجل اللي معانا ونقول له أنت اسمك إيه الأول؟ الاسم من فضلك. ألو واضح ان هو في حاجه في التليفون هنحاول نظبطها، لكن عموما اتصلوا بينا تاني، ويا ريت وانت بتتصل تبقى سؤالك جاهز. عايز اعرف اسمك، عايز اعرف على سنك، عايز اعرف كنت متجوز ولا لا. ليه؟ عشان نعرف التجربه دي او الحكايه اللي هتحكيها لنا جايه من مين، خبرتك ايه في الموضوع. مهم قوي ان احنا نعرف ده يا جماعه لاي حد هيتصل بينا. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على اول نقطه وتاني نقطه. تاني نقطه قلنا ايه؟ المسؤوليه الشخصيه. دايما في كلمتين، نحن وي، فاكرين المسرحية بتاعت رايا وسكينة نيها ونوها؟ هي بالظبط كده. احنا بقى هنقول احنا ولا كل شوية واحد يرفع صباعه في وش التاني؟ انت ما انت عمرك، ما انت طول عمرك، ما انت على طول ما بتعملش. عارفين الاتهامات الموجهة نتيجة ان الفرد متخلي عن شخصي عن دوره او مسؤوليته. هضرب لكم مثل بسيط جدا اعتقد كل اللي بيسمعونا موافقني عليه. هقول لكم ايه المثل دوت. الاب في البيت مشغول طول النهار في الشغل، طب الولاد عايزين يروحوا، عايزين يخرجوا مع صحابهم، عايزين يطلعوا رحلة، عايزين ياخدوا درس، فيروح مطلع فرمان مفيش خروج بعد الساعة 6 ويريح دماغه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ديكتاتورية. هو مش قادر يتحمل مسؤوليته كأب انه يبقى موجود، فيعمل ايه؟ يمنع وخلاص، يكبر دماغه ويمنع. عرفتوا بقى ليه تحمل المسؤولية مهم جدا؟ طيب معانا تليفون ونقول الو. طيب يبقى تحمل المسؤولية يا جماعة في منتهى الأهمية. تحمل المسؤولية اللي هو عبارة عن إيه؟ إن أنا كرجل مش بس إن أنا موجود خارج البيت زي ما بعض الرجالة فاهمة، إن هو دوره بره البيت بس، والمرأة دورها جوه البيت. الكلام ده يبقى عادل، ونرجع لنقطة نمرة واحد الحيادية مطلوبة لما يكون الست البيت ما بتشتغلش. لكن تخيلوا حياة واحدة مرتبطة أو متجوزة وهي بتشتغل وهو بيشتغل وعليها كل طلبات داخل البيت، تفتكروا هل هنا في حيادية؟ طيب
تفتكروا هل ده هيؤدي في الاخر لجو من الرومانسيه اللي احنا بنقول ليه بتروح فين؟ واحده قاعده تشتغل طول النهار في بره البيت، ترجع جوه البيت تغسل وتمسح وتشوف الولاد. تفتكروا الجسم ده والذهن ده لسه عنده من الرومانسيه ومخزون طاقه يديلك رومانسيه اللي انت بتدور عليها؟ يبقى لما تختفي ما تجيش تقول اصل هي اتلخمت في الولاد، اصل هي اتلخمت مش عارف في المطبخ. ما هو انت لو كنت ساعدتها كان اكيد هيتفضل عندها وقت كانت تخصصهولك في حته الرومانسيه. الكلام ده يا جماعه على فكره مش كلام من وادي تاني، احنا بس لما محتاجين نتعقل وننفذ الايه الكريمه اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا، اللي هي ايه؟ الامانه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. ايه الامانه دي اللي هي حملها الانسان؟ تكمله الايه، ان الانسان كان ظلوما جهولا. ربنا ادانا تصريف العقل نفكر. هي الرومانسيه مش كانت موجوده؟ وانا وهي موجودين، واحنا اتفقنا من الحلقه اللي فاتت قلنا ان الاشياء لا تتغير، وكانت في ناس حتى كانت كتبت على الفيسبوك في الجروب بتاعنا وقالوا لا احنا مختلفين معاك يا دكتور. قلت لهم لا، انا واثق من اللي انا بقوله لكم، اتعلموه بس صح، ان الشيء ما بيتغيرش. لو عندك شيء ما بيتغيرش، لكن نظرتك ليه ممكن تتغير. زي ايه؟ كنا بنعملها ازاي في التجارب مثلا؟ كنت لما كنا في لندن كنا نديله شكل ونقول له انت الشكل دوت بالنسبه لك انت ايه؟ واحد يطلعه شنطه، واحد ممكن يطلعه ترابيزه، واحد ممكن يطلعه ينفع مثلا سرير، واحد ممكن يطلعه اي شاشه كمبيوتر. يبقى بنحط المنظر ونقول له انت شايفه ازاي، لكن المنظر نفسه اتغير؟ ما اتغيرش. يبقى اذا الاشياء لا تتغير ولكن نظرتنا ليها احنا هي اللي بتتغير. فهمتوا بقى ليه انا بقول لكم ان كل بني ادم فينا فيه الجانب الكويس والجانب الوحش؟ فهمتوا؟ محمد وصفاء اتصلوا بينا في الاول، قلت لصفاء ايه؟ هو محمد اتغير؟ ما اتغيرش، لكن اللي حصل ايه؟ انشغل، نظرتك ليه بقت مختلفه، بقيت تبصي له ان هو الزوج المستقبل، بعد ما كنت بتبصي له الحبيب اللي هو بتهربي من عين عيلتك عشان تقابليه، دلوقتي بتشوفيه قدام عيلتك، فبقت نظرتك متوجهه لحته تانية خالص، لكن هو نفس الجهاز هو هو. وفاكرين برضو لما قلت لكم الحلقه اللي فاتت على موضوع لو واحده بتشتكي تقول لك ده هو لبلب بره البيت بس جوه البيت قاعد ثلاجه؟ ما هو قلنا برضو هو ثلاجه جوه البيت ليه؟ عشان لو هو بيشتغل بره يبقى الجهاز شغال، كهربتك انت اللي مش واصله له في البيت. فهمت ازاي؟ الفيشه بتاعته مش داخله عندك صح. طيب معانا تليفون ونشوف اذا كان عندهم ثلاجه هم كمان ولا لا. الو مساء الخير. الو 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 ايوه الصوت واطي قوي. الصوت واطي؟ اه طيب انا سامعك كويس. انت سامعني كويس؟ لا مش سامعك. طب ما انت بترد عليا يبقى سامعاني. ايه؟ طيب انا هحاول اعلي صوتي اتعرف بيكي بس الاول. انا مدام منى. اهلا بيكي يا مدام منى. اموري يا مدام منى. في على رحاب اف ام. ايوه يا فندم. احنا انت قعدت على رحاب اف ام بتتكلموا عن الموضوع اللي هو الراجل في البيت وكده. ايوه ايوه. بص هو طول النهار بره ومش حاسس بمسؤوليه اي حاجه ويرمي فلوس وخلاص. ده جوزك؟ حتى في عيال. ده جوزك؟ اه ده جوزك. يعني هو متحمل مسؤوليته بس خارج البيت؟ هو بيرمي فلوس وخلاص. وبيرمي فلوس وخلاص. اه وانت اللي شايله المسؤوليه، بتشتغلي حضرتك؟ لا على ايده يعني. ما بتشتغليش؟ اه طيب حالا يا دمون هنرد عليكي. معانا اتصال تاني. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا يا ريت تسمعنا من التليفون، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون تسمعنا احسن. ازيك يا دكتور مدحت؟ اهلا بيك. مين معايا؟ حماده. اهلا بيك يا حماده. حماده الله يا دكتور. انت متجوز؟ اه. عندك كم سنه؟ عندي 20. عندك 20؟ اه. بس انا كنت بحب واحده جدا يعني. كنت؟ اه كنت بحب واحده قبل الجواز جدا وهي كانت بتحبني بس اتفصلنا واتجوزت بس مش مرتاح في الجواز والدنيا انا مش قادر ايه احس ان انا متجوز خالص. مش قادر تحس؟ اجيب لك. انا متجوز. يبقى انت عايز حقنه احساس. طب لما انت مش قادر تحس، طب هو مين اللي هيحس؟ ما انت لازم تحس. يعني المشكله عندك انت مش عند الناس، عندك انت. انا ايه يعني المشكله عندك انت يا حماده دلوقتي؟ خلي بالك. بص انا نفسي نتعلم حاجه مع بعض. لما نقول لفظ نخلي دماغنا تسمعه تاني. لما انا اقول ايه؟ انا اهلي ضغطوا علي عشان اتجوز بعد الفتره دي، ان انا بعد ما اهلك سبتها. اه يا حماد ما انت عندك 20 سنه يا حماد. هقول لك ايه؟ ما هو انت اتجوزت بدري قوي واضح.
يعني ده واضح انك واهله ومش عايز. انا مش قادر مش عارف اعمل ايه دلوقتي، اسيبها ولا اعمل ايه. جبت اولاد؟ جاي لي عيل في الطريق. جاي لك في الطريق. فاضل له كام كيلو يوصل البيت؟